احمد مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، مساء الخير يا كباتن. النهارده مباراه نادي الزمالك والداخليه كان الحكم فيها محمود ناجي مع محمد محمود لطفي مع احمد عبد الغني مع ابراهيم محمد، كان على تقنيه الفار محمد الصباحي ومحمود عبد السميع. احنا هنتكلم طبعا في الهدف الاول يا كابتن. الصباحي الايه؟ الصباحي الفار. الفار نشوف بس الهدف. يعني عايزين نوصل لحاجه مهمه في الهدف ده، يعني في حاجه تخص الفار وحاجه تخص مين. اول حاجه اللاعب طبعا متسلل بتاع الداخليه مفيش فيها كلام، جنبه لاعب. لما نشوف بقى اللاعب بتاع الداخليه بيعمل ايه، بيحاول هنقف هنا. اللاعب ده دلوقتي بيحاول نقف هنا، بيعايز ايه؟ رايح يعمل ايه؟ رايح الكوره يعني يلعب الكوره، رايح يلعب الكوره. محاوله واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ كونه فشل ما فشلش ورا مين؟ رايح يلعب الكوره زيه مدافع الزمالك، مدافع. يبقى هنا ده يعتبر دي تداخل مع خصم، محاوله واضحه للعب الكره. ده كلام قانون مش كلامي، ده القانون اللي بيقول الكلام ده مش انا. اذا النهارده كان لابد، انا ماليش دعوه بالتاني، انا ليه الاولاني ده مدافع. دي محاوله يبقى تسلل لان في مدافع رايح يلعب الكوره. عارف لو المدافع بتاع الزمالك ده مش موجود والمحاوله دي فشلت يبقى الهدف صحيح، طالما مدافع الزمالك ده رايح يلعب بالشكل ده خلاص كده التسلل موجود. تقصد ان مدافع الزمالك تهوش فيها كمان؟ ماليش دعوه. لا مفيش تهوش، هو قانون، هي كده بس. الحاجه بقى الثانيه، الفار لابد في شيء عشان الوقت بس. الفار كان لابد البروتوكول بيقول ايه؟ بيقول في الاهداف اللي فيها التسلل، اللي فيها محاوله لعب الكره، لازم حكم المباراه يعمل اون فيلد ريفيو، يجيبه الفار. تعال شوف عشان يبقى ايه ان الفار انا شايف هنا المحاوله برضو، تعال شوف معايا. فطبعا كان لابد القانون اي حد متداخل اوف سايد، ده قانون. طب هو بقى سؤال الصباحي كابتن صباحي، هو ما عندوش القانون يعني، هو مش عارف الحته دي، هو حسبها على اساس ايه؟ طيب لا انا مالي، انا مش بسال حسبها على اساس ايه؟ انا بص، لا انا بسال حسبها على اساس ايه يعني، ان هو مش متداخل. انا مع بيقول لك ما شايف، بسال. لا انا بسال بس قانون، وانا ما كنتش معاه. ما يعني هنا كابتن احمد النقطه، هو هنا هل اعتبروا ان ده مش تداخل او مش محاوله واضحه للعب الكره وده مش لا انا عايز الخص بس كلام حضرتك في اللقطه دي، او النقطتين اللي حضرتك قلتهم في اللقطه دي. النقطه الاولانيه ان انت شايف ان ده تداخل، النقطه خلاص الثانيه الهدف ان النقطه الثانيه ان لو فيها هذا الهدف تسلل، تمام. النقطه الثانيه ان لو فيها شك الفار كان لابد ان كابتن محمود ناجي يروح يبص عليها. الفار كان لازم يناديله يعمل اون فيلد ريفيو. تيم الفار من اقل دي حاجه يعني في البروتوكول ان لازم يندهله يجي النقطه اللي زي دي لازم يروح يبص عليها. نشوف بس الحاله اللي بعد كده بس سريعا، وهي فاول الانذار. يعني محمود ناجي انا شايف ادى الانذار، اتعامل بشكل كويس محمود ناجي في الحالات الانذارات بصراحه، يعني كانش يعني انذار واضح وحاله سهله. هنيجي يعني بعد كده هل في ركله جزاء ولمسه يد ولا لا؟ هنشوف الرجل مين اللي لعب الكوره، لو الكوره بتتلعب مين اللي بيلعب الكوره؟ لاعب الزمالك، ما راحتش في ايد اللاعب خالص. خلاص اذا النهارده استمرار اللعب قرار صحيح من حكم المباراه، وقرار استمرار قرار صحيح. هنيجي بعد كده الحاله بتاعت انذار، طبعا الامام عاشور انذار صحيح مستحق، لاعب رايح متقدم وعنده الهجوم الواعد وهو جاي من ورا، ما فيش فرصه في لعب الكره وعرقله ومسك وشكل واضح. نيجي للعبه اللي جايه، هل في لمسه يد ولا لا؟ خلينا نقول حاجه في اللعبه اللي جايه دي مهمه جدا. طبعا التصوير مش مبين مدى الايد الى كان، لكن هناك فرق بقى. خلينا نقول على حاجه، ايد اللاعب هنا الزمالك او الاهلي، الزمالك او الداخليه، خلينا نقول بس عشان في لعبه كانت حصلت برضه في ماتش النادي الاهلي. الايد بتاعت اللاعب الخلفيه دي طالما من الحركه لابد، هل الايد مبرره هتكون بالشكل ده ولا لا؟ مبرره طبعا، شيء طبيعي. فلو جت فيها، حتى لو جت في ايد المهاجم لا يعاقب، ما تجيش تعاقبه الا اذا دخلت المرمى مباشره، او حتى لو جت في المهاجم ما يعاقبش الا اذا دخلت المرمى مباشره، او هو يعني من ايده لرجله هدف، لكن لو راحت لزميله وجاب جول هدف. اذا النهارده يعني اللي هنا ما فيش ركله جزاء. نيجي بعد كده لعبه ان في ناس كتير بتقول ان الركله الركنيه الاخيره ما كانتش، ما لمستش ايد حارس المرمى ولا حاجه. هنشوفها دلوقتي سريع اهو، اهي لا على ايده النبي، عايزين نقف عشان هي جايه في ايده، لا على ايده اهي واضحه، يظن واضحه الايد ولا مش واضحه؟ نطلع السنه كمان
اي على الايد اهي بالظبط. اذا الركنيه موجوده اذا النهارده ايده ولا دماغ سامسون يا كابتن؟ لا ايده اهي ده كورنر يعني. لا ركنيه بقت ركنيه رسمية. يعني هي من دماغ سامسون لايد الحارس اللي خرجت بره بقت ركنيه. كان في حاله سامسون اتشد من التيشيرت؟ لا ما يعني انا عايز اقول لك كابتن الحاجات دي ان التيشيرتات اصبحت مواد وهي الكره جايه له بيتحرك لها يعني ما كانش شد من التيشيرت. على كل يعني انا دي اهم الحالات التحكيميه النهارده في مباراه النهارده. نتمنى ان شاء الله التوفيق دايما للتحكيم في المباراه اللي جايه. كل الشكر لك يا كابتن احمد. انا بشكرك جدا يا كابتن. كل الشكر لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن احمد الشناوي. بنهايه فقرتنا التحكيميه وصلنا لنهايه لقائنا مع حضراتكم النهارده. في الختام كل الشكر للنجومنا الكبار اللي شرفونا ونورونا النهارده. كابتن ايمن شرفتنا ونورتنا. كابتن ابراهيم بشكرك جدا. كابتن حازم نورت الدنيا. شكرك يا ايمن. شكرا جزيلا. كابتن عبد الستار شرفتنا ونورتنا. كل الشكر ليك. شكرا. الشكر موصول لحضراتكم وعلى المتابعه ونشوفكم باذن الله على الف خير.